جمال، انت حضرت بيت المنشية؟ حضرته. كنت صغير بقى؟ لا انا فاكره كويس لغاية يمكن كنا جالنا وقت كنا تقريبا كلنا قاعدين فيه في المنشية. لا يعني قضيت جزء كبير من طفولتي في منشية البكري، في الجنينة والمكتب وال ايه 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 يعني ذكرياتك عنه؟ لا دي ذكريات كتيرة جدا بقى. كنا دايما انا واولاد عمي او اولاد عمامي على طول ننزل الجنينة، بنلعب كورة، يعني بنلعب في الجنينة على طول. لا فاكرين بقى طبعا يبقى في اماكن كده احنا ممنوع نخشها، نبقى عايزين نخشها، زي المكتب مثلا. يعني كنا دايما عايزين نخش المكتب نشوف عليه ايه، يعني في احساس كده بال يعني الغموض. ايوه. وكان في كنا سمعنا ان في البيت زي باب سري بيطلع على الحرس الجمهوري، فكنا دايما بندور على الباب السري ده. بس ده موجود في زي نفق كده لا بس جم بقى في بعد وفاة الوالد قفلوه بحيث ما بقاش يطلع. فكنتوا دايما عايزين تدوروا على الباب ده. وانا كده في وقت يعني حسيت ان انا يعني لغايه دلوقتي مش عارف انا شفته ولا لا، يعني مش عارف شو يمكن شفته في حلم ولا لا. هو كان في السفره يا عم حكيم ولا كان فين؟ كان في الاوضه اللي هي في كان من باب في باب في الحمام، اللي هو في المرايه اللي كانت في الحمام، اللي في الاوضه اللي فيها الناشين دلوقتي. كده ما بقاش سري خلاص. خلاص بقى. فكنتوا دايما بتدوروا على الباب السري، ما قدرت ما دخلتوش اوضه النوم؟ لا دخلناها. اصل هي اوضه النوم كان في قبليها كده اوضه ايوه اللي فيها المكتب، فانا فاكر المكتب ده كويس وفاكر الباب بتاع اوضه النوم، بس لا ما افتكرش يعني. اكيد دخلته مره او اتنين بس مش فاكره قوي وانا صغير. يعني لما روحت المتحف حسيت ان انا بشوفه لاول مره يعني.